طبعا احنا الان في وادي سردد، وهذه اشجار المانجو وهذه الجوافه، صح؟ هذه شجره الخرمش. طبعا معنا الاخ من؟ محمد النزيلي. محمد النزيلي، حدثنا عن وادي سردد وعن اشجار الموز والمانجو وما تزرع هذه المنطقه. هذه منطقه تزرع مانجو وموز وجوافه هذه وخرمش. خرمش هذه المانجو الذي يزرع. طيب بالامكان تورينا اشجار المانجو؟ المانجو هذه تيمور. هذه شجرة التيمور وهذه تيمور، ما شاء الله. هذه الآن بدأت التيمور تثمر، ما شاء الله ما شاء الله. هذه شجرة كانت، هذه ثمر شجرة التيمور. شجرة التيمور كانت سوداني، يعني نوع الصنف من أصناف السوداني المانجو. أيوة، دحين بعدناها ترجع هكذا، نرجع نغيرها تيمور. طيب كيف يتم تغييرها من سوداني إلى تيمور؟ تأخذ شجرة مثمرة من هذه التيمور، من هذه الذي جنبك أمامك، تأخذ من هذه الشجرة. أيوة، يعني وصلة صغيرة وتجي لها. شوف هذا، ها هذا ملقحها أمامك، ترى تبعد منها كذا. هذا عملية التلقيح. هذا عملية التلقيح، حطيت غصن من هذيك ورقة، يعني عود. ايوه، وحطيته لها هنا. تمام، وفعلت القرطاس وعصبت عليه. الان هذه النبتة تيمور. هذه النبتة تيمور. ايوه، هذه بسرك رجعت تيمور. هذه تيمور، بعدين تبعد هذيلا كامل اللي يطلع من هنا، ما تخلي الا اللي دي. هذه سنة، وان انت هذه نفسها هذه من الشيء حق الاول. خلي هذه بس، هذا الملقح. شوف شوف. أيوه، حي يقدو حي، ما شاء الله. الحين تطلع شجرة على من تثمر نفسها. بس هذه ضروري تتم عملية القطع. لا، القص من هنا. أيوة، ضروري ضروري ضروري، علشان تبعدها كامل تطلع شجرة. كيف طلعت؟ يعني هذا كامل شن لقها. طيب كنت ايش تسألك، أيا الأفضل التيمور ولا السوداني من حيث الفائدة المادية؟ التيمور. ليش كنتم من أول تزرعوا السوداني؟ السوداني معهم كان ما أول ما جول بل السوداني هذا ما كان عندنا شيء، ما قد سمعنا بش التيمور. التيمور كأنه جاء جديد يعني. ايوه، جاء جديد، بعدين الجودة حقه تمام، حتى التوليد حقه والسعر. والسعر والطعم والطعم وكل هذه. طيب والشجرة أخرى، هذه ما هي الشجرة هذه؟ هذا هو خرمش. هذا شجرة الخرمش. ايه، انتهى موسمها، صح؟ انتهى موسمها. طيب باقي معنا الموز. هل من معلومات عن الموز؟ ما نوع الموز اللي بتزرعه هنا في وادي سردد؟ هذا الموز البلدي. هذا الموز البلدي. ايوه. لانه في موز عدة اشكال، صح؟ في موز من هذاك على الشكل تابع، بس هذا موز بلدي. هذا موز بلدي. هذا الموز اول ما تطلعه هذا ابتعد، لا لا هذه بدا بعده، يعني هذه تنتهي. هذه تنتهي، يعني هذه تنتهي تطلع هذه بدلها. أيوة، قيمة الدلة واحد، الموز تديك بواحد نفس هذا، ما شاء الله. وذا واحد دحين، ما شاء الله. هذا جاهز يعتبر؟ هذا شوية باقي له كذا 15 يوم. ها، ونبعده، وهذه بدلة تجي شوية. طيب 15 يوم أول ما تبعده، مثلا لو بعدتها الآن ينضج؟ ما ينضج، إن عاد ما قدش مغرس سوا، يعني حق ضروري من كربون وأشياء. بعضهم يدوا له كربون، بعضهم يوردوا على الطبيعة هذا. بس بعض الأوقات نحصل ناضج قدو داخله. ما شاء الله. يجي له طعم ثاني كما هو. يجي له طعم ثاني كما ينضج. ما شاء الله.